تحية لكم مشاهدينا من جديد، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا. وفي ثاني متابعات حلقة الليل نستعرض لكم المشروع التدريبي للفنيين الكهربائيين الذي تنظمه مجموعة نما ضمن برنامج القيمة المضافة أو القيمة المحلية المضافة. نقف مع تفاصيل هذا البرنامج، كيف يستطيع هذا البرنامج أن يؤهل الكوادر العمانية في مجال الكهرباء، تساؤلات مختلفة برفقة ضيفي المهندس ماجد بن سالم الرحبي مدير البرامج الكهربائية ومشروع القيمة المحلية المضافة من مجموعة نما. أهلا بك مهندس ماجد وحياكم في برنامج من عمان. أهلا وسهلا بكم. مباشرة نقرب المشاهد من هذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا البرنامج يندرج تحت سياسة نما للاستدامة وتحت الركيزة الاقتصادية التي تنبني على تأهيل الكوادر الفنية وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى مساندة إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة. هذا البرنامج يعني انبثق بناء على دراسة قمنا بها في عام 2016 و2017، وذلك لتسليط الضوء على الرخصة الكهربائية أو الحصول على الرخصة الكهربائية. تقريبا كانت نسبة تقديم لهذا الاختبار، يعني تقدم له 200 شخص، نسبة اجتياز الاختبار كانت بمعدل 7 أشخاص، يعني ما يقارب من 3.5 إلى 5%. فجاءت فكرة البرنامج لتأهيل هؤلاء الباحثين عن عمل وصقل مهاراتهم لاجتياز هذا الاختبار. نعم، يعني هذا المشروع من يستهدف بالذات؟ هو المشروع بالتحديد يستهدف الباحثين عن عمل من خريجي الدبلوم والبكالوريوس بخلفية الطاقة الكهربائية. نعم، يعني 4 دفعات مقسمة في هذا البرنامج، ما شاء الله انتهيتم من 3 دفعات وبصدد الدفعة الرابعة، نتحدث عن هذه الدفعات بشكل عام. نعم، البرنامج هو يستهدف 75 شخص قسموا على 4 دفعات. طبعا 3 دفعات انتهت، والحين في المرحلة الأخيرة في الدفعة الرابعة. بداية أو الدفعة الأولى استهدفت يعني الأشخاص الذين تقدموا ولم يجتازوا الاختبار، بمعنى آخر أن هؤلاء الأشخاص كان عندهم فكرة عن مدى مفعولية الرخصة الكهربائية، ماذا تفعل الرخصة الكهربائية في السوق. فقمنا وأتينا بهؤلاء الأشخاص ويعني أهلناهم، ثم بعد ذلك دخلوا الاختبار وكانت نسبة النجاح كبيرة جدا. طبعا الجهة التي تقوم بالاختبار هي جهة مستقلة، يعني هو مجلس مراجعة قواعد التوزيع. نعم، طيب المشروع في مجمله كيف يعمل على تطوير قدرات الشباب في مجال الكهرباء؟ المشروع في مجمله هو يعتمد على المواصفات العمانية القياسية رقم 4، التي تختص بتسليك الكهرباء في المباني.